السلام عليكم. السلام عليكم. طيب وش احكي لنا واسترا اليوم. السلام عليكم. جوز ما حبوا يخرجونا من الدار. جاو ما احنا ما حبيناش نخرجوا. تا انسان يخرج من الدار اللي تربى فيها. انا اختي الكبيرة قال تاخذ حسين هيدا. تاخذ حسين. لو في الحبس. لو في الحبس على جلاله. علاش اختي كبيرة 35 سنة زايدة فيها وكبرة فيها. خلينا بابا جا صغير لنا كان يسكن في لاسيتي محيد الدين علاش حلو؟ لاسيان ماشي تسمك جا القالوفة ولا فاهم علاش حلو؟ اسمع ربي شوف بابا شوف باللي الدولة هادية ماشي كون غير عاونتنا وخرجتنا معليش فاهم كون عاونتنا وخرجتنا معليش دنيا ما فيها جا قالوا له بابا تشوف دوك عند الوالي مشي عند الوالي قال ندوك عند الكوميسار باش قدام انتيك زمت باش ما يخرجوش من بعيش ومن بعد اختي الكبيرة اللي جرع الكورت قالوا له ارواحي ندوك عند الوالي شيخ داوى الكوميسارية زاد اختي تاكلة زمت را عند الوالي راحت يا راجل داوم الكوميسارية يعني والي قالوا له ارواحي تروح معنا الوالي ما داوى الكوميسارية على ما داواش عند الوالي معليش انا كنت سرسبهم قاع يظلموا لينا يخرجونا زعما تقال زعما تساعدونا في عبس قالوا عند الوالي بعد انا قاعدر معايا تخرج ما قلت له انا ما نخرج بقيت انا هضر معاك ضربوك انت كنت مع من كنت انا ويما اختي داكو وطفله صغيره عام ونص داخل الدار اخوانا بقى الاقاص وما عندهم سلاح نادنا الغاز وش وفر لناهم ما غالب باش انا نشوف يما اختي برا انت ماشينيش جا قدام منا بدا يهضر معايا زعما حبيك صل الباب تقول شي وانا معلق فاهم في الباب الاخت ما كاش كيف هاي لازم نطلع فوق الباب باش نشوفهم كاين تيتاك بعد انا تقول شي فقت للمانيش قلت له خلاص يا اخو ما نهضرش معاهم واني قاعد كرسي داير قرعه غاز تيراها بسيري شعلت الغاز شعلت البريكي شعلت شويه دخل ضربها بسيري بس مطلقو فيك دي سبعه تشبكو رابديني في السما لي مينوت ديني أفيزاكم هما قبل أفيزاكم هما قبل قالوا لكم بلي حنا يجيو شي خرجوكم يجيو نفدو جاونا البارح قالوا لنا اليوم جاكم البارح وديجا عندنا انت قالوا لكم بلي غدوان نجيو خرجوكم عندنا درنا باش توقف التنفيذ في رويسو نورمال ما تخرجش لاخت عليك هابا بيصدر الجيش في حقنا نقول لك ما تخرجش تخرج شي تماك حتى نشارعو حتى تلقاو شي ديلي واحد اخر باش يعاود فاهم درنا ديل تاع باش يوقفوا التنفيذ نورمالمون ما يخرجكش لاختك بابا بيصدر الجيش في حقنا يوقف التنفيذ وكيف دخلوا من بعد دخلوا الدار كيفاش؟ دخلوا الدار انا داوني اخ داوني مكتف في السماء الارض ما مسيتهاش تري